بيرو لكم منا كل التحية. فقرتنا الثانية النهاردة مع الزميل عاطف كامل. عاطف كامل النهاردة هيتكلم عن الذكاء الاصطناعي، سيتحدث أيضا عن مصر الدولة الرقمية، سيتحدث أيضا عن أخلاقيات وقوانين تطوير هذا الذكاء. كل ده هتكون فقرتنا الثانية النهاردة مع عاطف كامل. أما أنا فأصحابكم في مصر بيحصل فيها إيه النهاردة، ومجموعة من أهم الأخبار المحلية والعالمية والأكثر قراءة في الصحف وفي الجرائد. والخبر الأول معايا بيقول الرئيس السيسي يثمن الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية. ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية، مؤكدا في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين. مع الهاتف الآن الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي لنتحدث عن تفاصيل الخبر. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور مصطفى. زي ما قلت الحقيقة عايزة أتكلم عن تفاصيل الخبر، الشراكة الحقيقة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، دور القطاع الخاص والدعم ما بين القطاع الخاص والقطاع العام وجذب المستثمرين من أجل اقتصاد مختلف لمصر. بكل تأكيد هو طبعا السيد الرئيس بيولي اهتمام بلقائه دايما بالمؤسسات العالمية والدولية لاطلاعهم على كيفية الأوضاع والسياسات الاقتصادية اللي بتثير فيها البرنامج لإصلاح الاقتصاد المصري، ومصر إزاي بتنتهك خطوات إيجابية وطبعا تصحيحية، وطبعا نظرا للمتغيرات العالمية والاقتصادية اللي بتحيط بالعالم كله وطبعا منها مصر. النهاردة السيد الرئيس بيستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وطبعا دي مؤسسة كبيرة تبع للبنك الدولي، لانه يكون في حديث وشراكه وكيفيه التعاون ما بيننا وبين المؤسسه وطبعا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وازاي ده يترجم على ارض الواقع بزياده تحسين القدرات الاقتصاديه سواء في القطاع الخاص او سواء في الانشطه والقطاعات الاخرى. وطبعا كان ده بحضور الوزيره رانيا المشاط النهارده، وطبعا خرج اللقاء بالثناء من السيد الرئيس ان الحمد لله احنا دايما بيكون عندنا قدرات بالتعاون يعني حسن العلاقات ما بيننا وما بين المؤسسات العالميه، وطبعا ده بيكون ليه مردود على الاوضاع الاقتصاديه طبعا. ويمكن حضراتكم تعلموا جيدا ان الرئيس التنفيذي لمؤسسه التمويل الدوليه عقد لقاء كبير جدا مع دوله رئيس الوزراء اليوم، كان في مؤتمر صحفي كبير، وازاي ان هو النهارده هيعتبر المستشار الخاص لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والطروحات الخاصه بمصر، وطبعا كان بحضور عدد كبير جدا من القيادات الاقتصاديه، واعتقد ده خطوه من الخطوات الهامه اللي هو بما يسمى تنفيذا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي بتتبناه مصر مع صندوق النقد الدولي يا فندم. اكيد. دكتور مصطفى، يعني عشان يبقى عندي الحقيقه اقتصاد مختلف لازم يبقى عندي عدد كبير من المستثمرين، جذب الاكبر عدد ممكن من الاستثمارات في مجالات متعدده. عايزه اتوقف الحقيقه امام فكره الدمج ما بين القطاع الخاص والقطاع العام وفكره جذب المستثمر من اجل اقتصاد مختلف. ايه العراقيل اللي بتواجههم ان احنا نحاول ان احنا نحلها على قد ما نقدر عشان يبقى عندي اكبر قدر من المستثمرين في مجالات متعدده؟ شوف يا فندم، سؤال حضرتك يعني هام جدا ويعني زي بعد كبير جدا في الاوضاع الاقتصاديه، خلينا نقول خاصه في ظروف الوضع الراهن في الشان الاقتصادي العالمي. كل دوله من العالم النهارده بتبحث ازاي تحسن قدراتها الاستثماريه، قدراتها الاقتصاديه لمجابهه ومواجهه الاوضاع والانعكاسات الاقتصاديه العالميه. اللي احنا بنشوفه النهارده يا فندم المستثمر اللي هو القطاع الخاص او القطاع العام او سواء فرد او شركه، دايما ما بيبحث عن التيسيرات والتسهيلات اللي بيحصل عليها من الدوله. طبعا. وطبعا ده بيكون بمنتهى الامانه بيضحي بامواله بدخوله علشان يحصل على عائد وفايده
تكون ملائمه للاستثمار اللي بيخش بيها في البلد، وايضا التسهيلات او التيسيرات اللي بتقدمها الحكومه دي عباره عن التنافسيه اللي بتضع الدوله مقابل دول اخرى. علشان كده النهارده لما الدوله بتتكلم ان يكون في افساح لمجال للقطاع الخاص، بيبقى لازم تقدم تسهيلات كبيره علشان المستثمر ده يقدر النهارده ينتقل من دوله الى الدوله المصريه ويحصل على الاستقرار في الاستثمار بتاعه. فبيكون في عدد من التحديات، التحديات الاولانيه دايما البيئه التشريعيه. وطبعا ان احنا نعلم ان القوانين والبيروقراطيه والتعقيدات او زي ما بيسموها التوقيعات والورق اللي هو الروتيني وشبه ذلك. الامر الثاني طبعا في التحديات الصعبه بالنسبه لنا اللي هو سعر الصرف. علشان كده الدوله النهارده اللي بتشجعه او اللي هي بتسير على طريق او نهج سريع هو الاستثمار المباشر. بتحاول الدوله النهارده تبعث برسائل للعالم، اي مستثمر النهارده جاي برساله او جاي يعني باستثمار مباشر باستثماراته هو امن، هياخد تخفيضات، هياخد ارباح انتقالها للخارج باسرع وقت، هيحافظوا على الاموال اكثر من ذلك عن طريق ان هم النهارده التحويلات الماليه. دي الطمانينه اللي احنا بنعملها. ولكن على الجانب الاخر طبعا نعلم جيدا ان في استثمارات في القطاع الحكومي الدوله بتحاول تطرحها على المستثمرين النهارده، فبتدي بعباره عن ان يكون في مقيم، المقيم ده هو اللي هيقيم سواء الشركات او المصانع اللي هي ممكن تطرح على القطاع الخاص، وهو ده التصور النهارده اللي دايما فيها قد ايه، مش كده يا فندم؟ نعم يا فندم. ونسب الربح هيكون في قد ايه؟ لان هو ده المستثمر بيجي عشان يكسب. بكل تاكيد خلينا نقول، بص يا فندم، الاستثمار دايما بيبحث عن العائد، والعائد اللي هو يقابل التضحيه اللي جايه من طبعا مكانه. يعني هو بمنتهى البساطه لو هيشوف ان هو هيخاطر بامواله بخروجه من اي دوله في العالم، هيتفضل ان هو يفضل قاعد في دولته وياخد اموال وياخد عوائد اعلى من العوائد اللي هيحصل عليها من مخاطره. ولكن في نقطه ثانيه، النقطه الثانيه المحفزه اللي عندنا ان احنا عندنا ثروات مش موجوده في بلادهم. يعني ثروات زي الرمال، ثروات زي البتروكيماويات، ثروات زي الغاز. علشان كده هو لما بيضحي ويجي عندنا النهارده بيبقى بالنسبه له فرصه ان هو بينتهز الفرصه دي للدخول للاستثمار في مصر. وده الفكره، ان احنا ازاي نقدم له مغريات، نقول له تعالى استثمر عندنا زي ما بيسمى في بعض من المشروعات اللي هي تسويق نفسنا بلده. يعني بمعنى اصح ان احنا نسوق نفسنا وبشكل مختلف لفكره الاستثمار في الخارج. بكل تاكيد، وهي دي الصوره اللي دايما لازم يكون بالنسبه لنا مطروحه. خلينا نتكلم عن بلدنا كويس، الحكومة، الأجهزة المعنية، السفارات في الخارج، حتى الإعلام. مصر فعلا فيها فرصة استثمارية؟ نعم، مصر بتأدي النهاردة أداء جيد في الأوضاع الاقتصادية، فيها استقرار، تصنيفنا الائتماني جيد، ولكن طبعا مثلنا مثل العالم كله عندنا تحديات. طبعا. أمريكا حضرتك تعلمي جيدا أن عندها مشاكل في التضخم. بالزبط. أوروبا النهاردة بتتكلمي أن ألمانيا رايحة لمرحلة ركود. في منتهى البساطة يا فندم، الشاطر اللي هو ينتهز الفرصة في جذب استثماره، في جذب السياحة اللي تجيله. السياحة يا فندم دي برضه ليها مردود كبير. طبعا. السياحة دي استثمار. طبعا. في الآخر يا فندم كلنا، إذا وضعت صورة مصر ببارقها أمام العالم، أعتقد إن شاء الله هيكون ليها مردود كبير جدا على الشعب المصري وعلى المجتمع المصري بالخير وبالعوائد المالية والبكاسة. أكيد. دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك يا فندم، ألف شكر. فاصل ورجعوا لنا مرة تانية. مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ مرة تانية ومصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ والخبر اللي معايا الحقيقة خاص برئيس الوزراء، ويمكن بالأمس تحدثنا عن المبادرة الإفريقية، تحدثنا عن إزاي يكون عندنا حل سلمي وإيجابي الحقيقة للمشكلة ما بين أوكرانيا وروسيا. الخبر اللي معايا بيقول رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الموسع لرؤساء المبادرة الإفريقية مع بوتين. مع الهاتف الآن الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. نتوقف أمام تفاصيل الخبر. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أهلا بحضرتك يا دكتور أحمد. يا رب يخليك.
يمكن بالأمس أنا وإنت تحدثنا الحقيقة عن المبادرة، لكن يهمني أني أعرف من حضرتك إيه الجديد وفي اليوم اللقاء الخاص بالرئيس بوتين، خلفيات الحقيقة الحل السلمي للوصول إلى وقف لما يحدث من اختلافات ومشاكل ما بين روسيا وأوكرانيا. في الواقع أستاذة أمنية أن المبادرة والوفد الإفريقي الذي يضم 7 دول إفريقية من بينها مصر التي مثلها في الدور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس السيسي، الوفد قابل أمس الرئيس زيلينسكي وقابل ثم بعد ذلك قابل الرئيس الروسي بوتين، وأبدى كلا الرئيسين الترحيب والحفاوة بالوفد الإفريقي وبالمبادرة الإفريقية انطلاقا من أن إفريقيا أولا لديها مصلحة في تسوية هذه الأزمة سياسيا، وان افريقيا يعني لا تتخذ مواقف محايده من الازمه، لا تنحاز طرف ضد طرف اخر، وانما تسعى الى تحقيق التسويه، لان افريقيا والدول الافريقيه من اكثر الاطراف التي تضررت اقتصاديا ومن الحرب الاوكرانيه، خاصه في مجال الامن الغذائي. في الواقع ان رد الفعل الروسي، الرئيس الروسي يعني رحب، ولكن يعني ان روسيا تستدرس المبادره، لكن انا في اعتقادي ان نجاح المبادره او يعني تحقيقها في هدفها هو مرتبط بظروف الصراع الان بين روسيا واوكرانيا من ناحيه، وبين روسيا والغرب من ناحيه اخرى، لان روسيا يعني هي تقبل التفاوض، تقبل الحوار، لكن حتى الان يعني هناك نوع من التحفظ حول بعض البنود المتعلقه بانسحاب القوات الروسيه من القوات الروسيه من القوات الروسيه من اوكرانيا. واعتقد ان اعتقد ان هذا يمثل خطوه مهمه، يعني روسيا حتى الان لا تريد ان تنسحب بشكل كامل حتى تتم اهدافها العسكريه في هذا الجزء يا فندم هيكون له عراقيل في فكره المبادره، يعني ده ولا ده حضرتك شايف ايه يا فندم سياسيا؟ يعني المتعلقه برؤيه طرفي الازمه للصراع، رؤيه طرفي الازمه للحل، يعني روسيا تعتبر ان الاقاليم الاربعه التي دمرتها في جنوب شرق اوكرانيا هي جزء من الارض الاوكرانيه، الاراضي الروسيه عفوا، وجرت بها استفتاء، وبالتالي هي يعني هي تعتبر ان هذا جزء من الاراضي الروسيه والسياده الروسيه. في المقابل اوكرانيا ترى يعني ان شرط اساسي هو ان تستحق اوكرانيا من كل الاراضي الاوكرانيه التي سيطرت عليها روسيا، ومنها الاقاليم الاربعه لجانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخرسون. واعتقد ان يعني الظروف حتى الان لم تسمح بان يتم الوصول الى صيغه وسط، لكن على الاقل المبادره الافريقيه كسرت الحاجز النفسي ما بين الجانبين، كسرت حاجز فشل المبادرات السياسيه السابقه، واعطت اساس يمكن البناء عليه في المستقبل وفي الفتره المقبله، خاصه ان عمليه التفاوض كما يعني تعرفين استاذه امنيه دائما عمليه شاقه، يعني هناك مواقف وهناك تنازلات وهناك توافقات تقوم على التوافق، وكل طرف في البدايه بالطبع يطرح اكثر واشد واقصى المطالب او يعني الحلول المتشدده، ثم بعد ذلك مع التفاوض ومع الحوار يتم هنا بعض التنازلات، وبالتالي يتم الصيغه وسط. وبالتالي ميزه هذه المبادره او انها بتعكس ان هناك جانب محايد والجانب الافريقي لدي علاقات قويه مع الجانبين، بتعكس ايضا ان فشل الحلول العسكريه في حسم المعركه لصالح كل طرف، يعني روسيا لن تقضي على اوكرانيا واوكرانيا دكتور احمد بمنتهى الصراحه درجه التدخل من اجل المصالح يا فندم المشتركه وما يحدث من تغيير على الساحه وخاصه في الخريطه السياسيه والاقتصاديه في العالم، احنا عارفين كلنا ان في بعض المصالح ممكن تكون طرف رئيسي في عرقله هذه الاتفاقيه. بالطبع يعني طبعا الجانب الغربي الذي يعني يعتبر انه يكون بحرب بالوكاله في اوكرانيا، خاصه امريكا والتي دائما يعني ليس لديها مصلحه في اي تسويه سياسيه، يعني رفضت قبل ذلك المبادرات الصينيه وغيرها من المبادرات، واعتقد ايضا انها يعني لن تتحمس لهذه المبادره الافريقيه، لان الغرب لديه وامريكا لديه هدف استراتيجي هو في استمرار امد الحرب باستنزاف روسيا في اوكرانيا في طرح مطالب اشبه بالتعجيزيه، وهو حقيقه ما يثير حفيظه روسيا. وبالتالي هذا الحل نقول صراحه ان الحل الازمه هو يعني بيد اطراف كثيره خاصه الجانب الروسي والجانب الامريكي، باعتبار ان امريكا هي المحرك الكبير للاحداث من
خلف الستار، وبالتالي لكن على الاقل المبادره الافريقيه كشفت، وضعت الكره الان في ملعب كلا الدولتين روسيا من ناحيه واوكرانيا، وضعت ايضا الكره في ملعب الغربي، وان في الوقت الذي يريد فيه العالم وافريقيا السلام والتنميه والازدهار والتعاون، نجد ان هناك تعنت من جانب الدول الغربيه واستمرار ورهان على الحل العسكري، وبالتالي استمرار حاله الاستقطاب في السياسه الدوليه، وكل هذا بيرجع الى عوامل ومصالح خاصه بامريكا من ناحيه والدول الغربيه، حتى وان كان على حساب الامن الغذائي العالمي او على حساب مصالح دول العالم الاخرى. دكتور احمد السيد احمد، خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام والدراسات السياسيه والاستراتيجيه، بشكر حضرتك يا فندم، الف شكر لتفاصيل الخبر. فاصل وارجعوا لنا مره ثانيه، مصر بيحصل فيها ايه النهارده؟ رجعنا لكم مره ثانيه، ومصر بيحصل فيها ايه النهارده؟ وكلنا الحقيقه النهارده بنتابع ماراثون الثانويه العامه وماده اللغه العربيه. مع الهاتف الان الكاتب الصحفي الاستاذ رفعت فياض، مدير تحرير اخبار اليوم والمسؤول عن ملف التعليم، عشان نتكلم معاه عن الخبر اللي بيقول طلاب الثانويه العامه اسئله العربي سهله ولكن هناك جزيئات تحتاج الى تركيز. مساء الخير يا فندم. يا مساء الخير يا استاذة أمنية، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اخبار مادة اللغة العربية ايه النهارده؟ لا اكثر من ممتازة يا استاذة أمنية، وهي جت معظم الأسئلة بتاعتها في مستوى الطالب المتوسط، وان كان بعض الطلاب بيقولوا لا بعض الأسئلة في الجزء الخاص بالنحو جت على مستوى اعلى من الطالب المتوسط، وده شيء طبيعي يا استاذة أمنية، ولا يجب أن يكون أي امتحان سواء في مصر أو على مستوى العالم كله أن كل الطلاب يجاوبوا عليه وياخدوا درجات 100% من الإجابة، وإلا ما يبقاش امتحان، ولا أستطيع أن أنا أفرق ما بين الطالب المتميز والطالب الأقل تميزا. ومن هنا لابد يكون دي مواصفات الورقة الامتحانية على مستوى العالم كله، لابد أن يكون ما بين 10 إلى 15% من إجمالي الأسئلة يكون في مستوى الطالب المتميز. ومن هنا أي كلام على قولة إن لا كان في ما الطالب ما قدرش يجاوب على سؤال في النحو وخلافه، ده شيء طبيعي ومستواه كده، لكن هناك طلاب متميزين ومتمكنين من مادة اللغة العربية وجاوب عليها، وكثير من الطلاب خرجوا النهاردة وقالوا لا المادة كويسة جدا والامتحان كويس جدا وكان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط. أستاذ رفعت، في لقاء سابق مع حضرتك تحدثنا عن فكرة بداية دخول الطلاب إلى اللجنة وفكرة التفتيش الخاص بيهم، إزاي أن احنا نتجنب عملية الغش، تسريب الحقيقة بعض الأقاويل والأخبار الكاذبة من أجل توتر الطلاب وأولياء الأمور، يعني كلمني عن كل الحاجات دي يا فندم. شوف حضرتك يا استاذه امنيه، اولا اجمالي طلاب الثانويه العامه عندنا السنه دي يشبه كان انا بامتحن دوله بحالها، 783 الف طالب وطالبه، وبالتالي ممكن من محاولات البعض التشكيك في ان ممكن امتحان قد اتسرب ده حصل كذا، الكلام ده غير صحيح النهارده على الاطلاق، وصدر بيان من وزارة التربية والتعليم نفى تماما من الناس المتخصصة في مثل هذه الأمور اللي على الفيسبوك وبتاع شاومنج وغيره اللي بيقول لا ده أدي ورقة امتحانية بتاعت اللغة العربية لا علاقة لها بما اللي نشر، لا علاقة له بامتحان مادة اللغة العربية على الإطلاق. وطبعا هذا الجو نابع من إيه؟ من ان من حوالي 4-5 سنين كانت تكاد تكون ظاهره الغش، والغش الجماعي سمه موجوده في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه في المناطق النائيه والقرى والقصور وخلافه. ومن هنا الضوابط اللي اتعملت من قبل وزاره التربيه والتعليم ضبطت الامور بشكل جيد جدا جدا، والدليل على كده السنه دي مثلا في العصا الالكترونيه اللي بتمر على جسم الطالب او الطالبه حتى نتاكد من انه لا يحمل جهاز محمول او سماعات بلوتوث، لان ده ممنوع قانونا ان يخش بجهاز محمول، حتى مراقبي اللجان ممنوع عليهم يشيلوا اجهزه محمول داخل اللجان. دي نمره واحد. نمره اثنين، داخل اللجنه نفسها يا استاذه امنيه في كاميرات مراقبه لاول مره السنه دي
وبالتالي هي هدفها ضبط حركة اللجنة نفسها سواء بالنسبة للطلاب أو بالنسبة للمراقبين. ممكن يكون مراقب يساعد طالب في عملية الغش أو يرسل هو صورة من ورقة الأسئلة للخارج ويساعد بعض الطلبة قد يكون مرتبط بهم ولم يبلغ أن له حد أقار في اللجنة. إذن هي ضبط اللجنة زائد مراقبة اللجنة، هل المراقبين أيمين بواجبهم ومتابعين الطلاب بشكل جيد ولا لا؟ إذن العملية أكثر انضباطا السنة دي بشكل كبير. شكل الامتحان السنة دي مختلف في جزئيتين عن امتحان السنة اللي فاتت، لأن السنة اللي فاتت واللي قبلها يا أستاذ أمنية كان بنطبق نظام ما يسمى بالاختيار المتعدد في كل الأسئلة، كل الأسئلة في كل المواد. المادة فيها لها 30 سؤال أو 40 سؤال، وكل سؤال عليه 4 إجابات. كان السنة اللي فاتت واللي قبلها هذه الإجابات فيها إجابة صحيحة 100% وإجابة احتمال أن تكون صحيحة والإجابتين الاثنين غلط. هنا السنة اللي فاتت والقبلية كان بيحصل لخبطة ما بين بعض الطلاب وقد لا يستطيع أن يختار الإجابة الصحيحة 100% والإجابة الاحتمال تكون صحيحة. تعليمات وزير التربية والتعليم السنة دي لواضعي الأسئلة ان تكون الاجابه من الاربع خيارات هي اجابه واحده فقط هي الصحيحه عشان ما يحصلش لبس ومحسومه تماما. وبالتالي يختار الطالب الاجابه الصحيحه. دي نمره واحد. نمره اثنين، ارجع تاني للسنه اللي فاتت واللي قبلها كان الاسئله كلها بنظام الاختيار المتعدد، ده كان فيها نقص او فيها عوار في شكل الامتحان لان لاول مره في تاريخ الثانويه العامه لم يكن هناك موضوع تعبير في مادة اللغة العربية يقدر الطالب يكتب ويعبر عن نفسه، لأن كل الامتحان إيه؟ مجرد أن أنا بسود في دايرة صغيرة بالقلم على الإجابة الصحيحة، وبالتالي ما بكتبش ما بعبرش عن نفسي. تم إصلاح هذا الواقع السنة دي في امتحانات الثانوية العامة السنة دي، أن أصبح 15% من الأسئلة والدرجات أسئلة مقالية ورقة منفصلة لوحدها، وال 85% من الأسئلة بنظام الاختيار المتعدد. هذا في كل المواد يا أستاذة أمنية مش في مادة اللغة العربية بس. أيوة 15% أسئلة مقالية. احنا هنتابع مع حضرتك يا فندم على مدار الحقيقة فترة الامتحانات مع كل مادة ماذا يحدث الحقيقة في امتحانات الثانوية العامة. الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم ومسؤول ملف التعليم، بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر. بكده بتكون أخبارنا مصر بيحصل فيها إيه النهاردة انتهت.